الآن أرحب بضيفي من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك أستاذ عصمت، صباح الخير. بايدن صادق على فرض عقوبات على عدد من المستوطنين المتورطين بأعمال إرهابية في الضفة الغربية، ماذا في دلالات هذه الخطوة وما أهميتها على الأرض؟ صباح الخير أخي يحيى، تحياتي لك ولكل المتابعات والمتابعين. هي خطوة وإن كانت غير كافية إلا أنها في الاتجاه الصحيح، خطوة جيدة. هذه الخطوة تنطوي على إشارات أنه وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الإدارة الأمريكية خطوات ضد المستوطنين. لا زال موقف الإدارة الأمريكية غير مكتمل وغير كافي، لأنه تتحدث عن حالات فردية، تتحدث عن انتهاكات يكون بها المستوطنين واضحة وفيها عنف واضح ومثبت. الاستيطان كله هو غير شرعي. البؤر الاستيطانية انتشرت كالفطر في الأراضي الفلسطينية. عنف الجماعات الاستيطانية يزداد منهجية وقوة، وتم تسليحهم وتم إنشاء معسكرات تدريب لهم. وبالتالي مثل هذا الحجم الكبير من الاعتداءات للمستوطنين والانتهاكات و هذا التوسع الكبير وطرد تجمعات فلسطينية واعتداءات يستلزم موقف أكثر صرامة وشمولية. لكن هذه الخطوة ربما قيمتها أنها أولا تبدأ بإعطاء رفع من غطاء الشرعية التي كانت تقوم بها الولايات المتحدة للمستوطنين ولكل ما تقوم به إسرائيل. هذا الموقف الأمريكي يفتح الباب لمواقف أخرى لدول أوروبية وفي العالم لفت أنظارها إلى هذا الأمر، وأيضا وكأنه يعطي ضوء أخضر لانتقاد المستوطنين واتخاذ عقوبات ضدهم. ورأينا كيف كان رد الفعل سموتريتش وبن غفير وكاتب سنو وحتى مكتب نتنياهو ضد هذه الخطوة. الأهم من ذلك، كان يمكن لهذه الخطوة أن تبدو أكثر معقولية لو أنه اتخذ إجراءات أيضا ضد قادة المستوطنين وتحديدا الوزراء في حكومة نتنياهو. نحن نعلم أن هناك على الأقل 4 وزراء هم مستوطنون، وجزء منهم حرض ودعا إلى القتل والإبادة والمحو وأساند المستوطنين، وهم الذين يعطونهم حصانة، يقدمون لهم حصانة ومناعة ضد المحاسبة ويعطونهم دفع من الخلف لتنفيذ هذه الأعمال. وبالتالي كان يمكن أن تكون هذه الخطوة مكتملة أكثر لو اتخذت خطوات حتى لو كانت رمزية ضد بن غفير وسموتريتش وستروك وغيرهم من قادة المستوطنين داخل الحكومة وداخل الكنيسة. على كل حال واضح أن الاعتبارات انتخابية ومحاولة موازنة الموقف الأمريكي وتقديم شيء ما للحالة الفلسطينية في ظل الانحياز الأعمى والكامل والدعم المطلق الذي تقدمه وتحديدا إدارة بايدن والولايات المتحدة لإسرائيل. خطوة تحتاج إلى استكمال، ولكن أي خطوة مهما كانت صغيرة ضد الاستيطان هي خطوة جيدة. نعم، ولكن أستاذ عصمت، كيف يفسر عدم اكتراث الحكومة الإسرائيلية وأقطابها اليمينية لمثل هذه الإشارات الأمريكية، خاصة وأن سموتريتش تحدى الإدارة الأمريكية بالأمس وقال إنه سيواصل الاستيطان في الضفة الغربية، والحديث هذا الصباح عن خطة إسرائيلية لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية؟ هذه الخطوة ذات طبيعة رمزية، والإجراءات إجراءات غير ذات قيمة. منعهم من السفر الولايات المتحدة، منع عدم عدم منحهم تأشيرات والآخره. بالتالي هذا يستفز من جهة اليمين، كما رأينا سموتش وصفها باللاسامية، وكانه يتهم بايدن الذي قام بكل ما قام به من أجل إسرائيل باللاسامية، ويتهم هذه الخطوة بأنها معادية لإسرائيل. ولكن الموقف حتى يكتمل وحتى يصبح مؤثر وحتى يضغط على الاستيطان والمستوطنين وقادتهم، يجب أن يكون كما كنا في البداية، أن يكون كامل وشامل ضد الاستيطان ككل، ضد نشاطات المستوطنين ككل، وضد المنظمات التي يتنظمون فيها وتحتويهم، وضد قادتهم، وضد إسرائيل حتى نفسها. عندها يصبح الأمر فعلا مؤثر وكبير. هي إشارات وإشارات لا نقلل من أهميتها، ولكن أيضا لا نعتبر أنها ستكون لها تأثير كبير على المستوطنين ونشاطهم وعدوانيتهم. ربما الإشارة الأهم أنه هذه ضوء أخضر للعالم على الدبلوماسية الفلسطينية وعلى الفلسطينيين أن يستغلوا هذه الدعوة
وهذا الإجراء لدعوة كل العالم إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين، عندها سيصبح الموقف أكثر تأثيرا، وربما دول أخرى تكون بخطوات أكثر قوة. نعم أستاذ أسمت، هناك من يرى أن هذه المناكفات من قبل أقطاب اليمين في الحكومة الإسرائيلية إنما هي في إطار خطة من قبل بنيامين نتنياهو لإحراج الديمقراطيين والمماطلة في انتظار الانتخابات الأمريكية القادمة، علها تأتي وتعيد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ما سيطيل أمد بنيامين نتنياهو في الحكم في إسرائيل. واقعية ذلك برأيك؟ أنا لا أعتقد أنه ترامب قادر على إطالة أمد نتنياهو في حال عاد. نتنياهو كما قلنا ودائما نعتقد ينتعش وتنتعش يعني حظوظه وقوته لدى المستوطنين واليمين كلما دخل في مناكفة مع الإدارة الأمريكية. هذا يظهر وكأنه يعني لا يأبه من مجابهة الإدارة الأمريكية، يتصدى لها وإلى آخره من هذه الاعتبارات التي تجعله يعني في نظر اليمين بطل وزعيم ينتمي لمصالح إسرائيل والاستيطان على حساب حتى علاقة مع الأخت الكبرى أو الحليف الاستراتيجي الأكبر في العالم. لكن هذا الشيء وهذا يخدم داخليا، لكن وأن يعني يبقي في الحكم ويمنع انهيار حكومته، أعتقد هذا لن يكون. ترامب في حال عاد إلى الحكم لن تكون في أولويته الأولى الذهاب إلى يعني إسرائيل ودعم نتنياهو ومحاولة إنقاذه، خاصة أنه رغم العلاقة التي كانت في أفضل حالتها بين الرجلين والانسجام الأيديولوجي حتى كلاهما ينتمي لليمين الشعبوي والمتطرف والفاشي، لكن لن تكون أولوية بايدن إنقاذ نتنياهو، وأيضا وضع نتنياهو الداخلي وما خلفته هذه الحرب وغيرها من الـ يعني وما سبقها من قضايا تتعلق بإصلاحات القضاء وغيرها، لن تستطيع ان تبقي في الحكم نتنياهو ما ان تنتهي الحرب حتى يعني يبدا يصارع من اجل بقائه، يعني على اليوم سيبقى يصارع من اجل يوم اضافي، وهذا ما سيحدث.